الواقع اللي يخص لغة الأرقام دكتور زيد هو الذي يتكلم. المواقف السياسية محترمة من الجميع، وموقف الأطار الشيعي لهذه الأشهر التي مضت التي راهن على الكثير أن يكون هناك حالة انقسام داخلي، وثبت العكس. وحتى الخطوات التي كانت باتجاه أنه الأطار يكون بعيدا عن العملية ويكون جزء من عدة أيضا فشلت. لذلك أنه كل المعطيات تشير إلى أنه لا يجب أن يكون هناك توافق. صح أن هناك انسدادات سياسية، هناك مواقف، المواقف من قبل الشركاء تفسيرك لعله اليوم تفسيرك حتى وإن تفسيرك حتى وإن استاذ مرتضى الاتحاد تفسيرك والديمقراطي. نعم، تفسيرك لهذا الإصرار، لهذا الإصرار من لدن السيد مقتدى الصدر على ما تسميه سياسي، الانسداد السياسي، يعني معقول هو مستمتع بالانسداد السياسي هذا الجمود السياسي؟ موقف سياسي لا لا لا، ما راح يطول، ما راح يطول. احنا قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت بحق رئيس الجمهورية ألزمت الجميع أنه لا يكون هناك أي توقفات. لذلك أنه حتى بعض الأحيان أنه احنا نشوف أنه المحكمة الاتحادية تنطي تأجيل، لذلك أنه لملمت الوضع السياسي الداخلي الشيعي اليوم سوف يكون مرهون بالتوافق الكردي باتجاه رئاسة الجمهورية. لذلك أنه أريد أروح لك أبعد من ذلك الموقف، أنه حتى وإن مضى التحالف الثلاثي بإضافة الاتحاد باتجاه لغة الأرقام سوف يبقى المشهد معقد. إذن الموضوع لا يجب أن تكون هناك أي حكومة بدون الإطار أو جزء من الإطار. الإطار حسم الموقف بكل تشكيلاته والهيئة القيادية إلى متمثلة بالجميع أنه الموقف مالتنا موحد. فلذلك أنه تشوف أنه الخطوات والقرارات اللي جاية تصدر من القضاء هي بجانب الوضع الذي يخدم الإطار الشيعي تحديدا، لا يمضي أكثر من ذلك. موقف القوى السياسية من التحالف الثلاثي وتحديدا السيادة والديمقراطي يجب أن يكون هناك وقفة حقيقية مع التيار الصدري، أنه هذا الواقع والانسدادات المستمرة سوف تؤدي إلى اكثر تعقيد. حاولوا الكرد، حاولوا الكرد والسياده بالتعامل مع مبادره نيجيرفان بارزاني، لكن الصدر مصمم على موقفه. دكتور زيد، انا عندي ملاحظه على هذا الموضوع مال القضيه انه المبادره. انا اعتقد المبادره لم تكتمل، مبادره الاخوه الاكراد وكذلك السنة متمثلة بالسيادة لم تكتمل مع السيد الصدر، لأنهم هم حلفاء، ومن يمضي بمبادرة مع حليفه يجب على الحليف أن يلتزم وأن يقدر حليفه لأن يكمل مبادرته. أما مبادرة شكلية إعلامية لا ترتقي لمؤسسة، احنا مضى عليها أكثر من 15-20 يوم.